المحطة الطرقية بوجلود المحطة باب محروق المحطة ديال باب محروق هادشي اخونا والبومبية مازال ما جاتش البومبية مازال ما جاتش المحطة مشات باي باي مشات البومبية مازال لا
والمحطة الطرق يا الإخوان. اسمع المحطة صاحبي، المحطة الطرقية صاحبي، ما كتسمعوش صاحبي واش عندنا 70 محطة حنا في فاس، المحطة وحدة ديال باب محروق بوجلد. مع السلامة، باي باي. مشات البومبية ومازال ما جاتش. الله واش هادي دولادي، الناس ضاعوا في الملايين. بك يا وليد. هيا هرا وعلى سلامتها. عاد جات، عاد جات. هيا 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 واتساب شو عاد جايين. المحطة الطرقية يا اخوان شاس رحمه الله. مع السلامة. اخويا شنو هو المحطة الطرقية بمدينة فاس؟ شحال فيها الحياة؟ غادي نديرو؟ والبومبية عاد جات، وتا مشاو شي ستاد القيران ولا ما عرف شحال مشاو، عاد جاية هي. راه قلنا لكم، قلنا لكم المحطة راه خاصها تتحرك، وتا واحد بغى يسمع. شي شيء وحرك شيء. ها هادشي واقع، المحطة شعلت فيها العافية ومشاو ثلاثة الكيران، هادشي اللي كاين. المحطة خويا بعد الباب محروق عينا نهضر عليها. أوالو هاد الناس مبغاوش يسمعوا، باش تعرفوا راه الشريف معاكم. بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب. لا اخويا ما حتى شي واحد راكب، هذوك كانوا مصطالين مازال ما خرجوش. لا والو اخي ما كايناش، لا ربي دار التاويل ديال الخير، ما كايناش اخي. لا لا
خويا في المحطة، خويا في المحطة الطرقية، باب محروق بوجلود. اسمع 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 سميث اللهم هذا منكر على الزعمه اللي ما تكونش بيا انا في المحطه علاش لحد الساعة خويا ثلاثة سواء وشي جوج سقاصو خويا في المحطة الطرقية باب محروق خويا قلت لك محطة الطرقية باب محروق باب محروق ديال بوجلود يا فاس حبيبي فاس للأسف اخونا محطة الطرق يا باب محروق باب محروق باب محروق بوجلود وفي ركز العزامي.
راك ناعس ناعس مع راسك طاح لها سيدي في الفيلا وضح الراحة.